النظافه بالاجماع، سواء سيطا سواء ميكومار، حنا كاملين عمر النظافه. وحنا يا حنا واقفين هنا على الشيء هذا، واقفين هنا ما كنتخلصوا شيء وما كاين حتى شي حاجه، وهاد السلطه ما كيردوا علينا حتى شي حاجه، البلديه ما كيردوا علينا حتى شي حاجه. وحنا دابا الاولانيه غنمشيو دابا لهاد، غنمشيو نخدموا في هاد النظافه، من اللي غنمشيو نخدموا حنا نبقاو واقفين 5 ايام ولا 6 ايام الاضراب وغنمشيو نخدموا. هي دابا الاولانيه لحد الان ما كاين لا تعقيم لا وانتيس لا حتى شي حاجه، وعاد دابا ودا حلوا لنا دابا الاضراب ومشينا نخدموا، زعما جاونا رزقنا ومشينا نخدموا. خاصهم يشوفوا لنا دابا شي حال باش نمشيو نخدموا ديك النفايات، راه النفايات راه حنا ما نقدروش دابا نقربوا لهم، فهمتوا؟ هذه بعد هي الاوليه اللي كنطلبوا حنايا. وثانيا راه العمال كلشي كيعاني، وحنا البنكات راه عامله فينا الفازع، دابا البنكات لا هضره عليها عاملين فينا الفازع، وعاز كملعين الشركه والعمال هما مساكنه. انتما كتشوفوا اللي عطى الله هو هذا. حنايا هنا عندنا كنطرحوا واحد التساؤل، حنا المدينه ديالنا تطوان كتصنف من اجمل المدن المغربيه النظيفه، دابا فهاد دابا اليوم كما كتشوفوا راه أسوأ مدينه واقيله، الاضراب مفتوح على 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 العمل من اجل لقمه العيش، العامل ما تخلصناش. هذا باختصار، باختصار الشديد كما كيعرف الجميع، وماشي غير مدينه تطوان، دابا نضافت لنا مرتيل والمضياق حتى هما مخلصين شي، حتى هما عاملين الاضراب. حنايا عندنا واحد السؤال مطروح، حنا هنايا مدينه تطوان فيها رئيس برلماني بعدا، ماشي زعما غير رئيس الجامعه، وكيكون في البرلمان كيدافع على الشعب المغربي كامل، وحنا العمال النظافه هنايا ما مخلصين شي، وما كاين لا 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 حوار ولا حتى شي حاجه. البارح كان عندهم شي اجتماع مع لجنه التتبع، كاين لجان تتبع، والتتبع كيكون غالب الاحيان كيكونوا يتبعوا لنا حنايا، عندك يكون شي ورقه مطيحه ما تهزاتش ولا شي حاجه، ما الاجور ديالنا ما تخلصوش، ما هذه شي ما كاينش فيها التتبع.